Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسم ديالك؟ نادية. نادية سمحتي تعرضتي لعملية ديال الاغتصاب؟ ممكن نعرفوا السن ديالك؟ السن ديالي باش تفهم عندي 14 عام. 14 سنة، دابا عندك 17 سنة، يعني كنتي قاصر وما زلتي قاصرة. انت فين كتسكني اصلا؟ انا كنسكن في دوار العيشة في الحوزية. دوار العيشة في الحوزية، جامعة الحوزية. كتقراي؟ لا خش كنقرا، ولكن باش طرا لي مشكل خرجوني من دار المدرسة. دونك ما بقيتيش كتقراي؟ لا. كنعرفوا بانه القضية غتكون عندك صعيبة انك تعاودي لينا كيفاش طرا هادشي، ولكن رغم ذلك غتحاولي تفكرينا التفاصيل ديال هاد الجريمة اللي تعرضتي ليها. اش من سنة كان داكشي؟ كان في 2011. 2011 كنتي ديك الساعة كتقراي ولا باقا؟ داكشي باقا كنقرا. باقا كتقراي. إذا شنو اللي وقع؟ داك النهار كان نهار الجمعة، نهار 10 الصباح، ركبني بابا وكتجي الجديدة، جي عند عمتي. ومن بعد باش خدمني التقسيط ديال الكلية، لقيت هذاك السيد سميتو سعيد، يعني أسهل، بقى شي بالموطور ديالو، قال لي يلاه نوصلك، ما بغيتش، حيت هو كان كيتبعني بزاف، كيتبعني بزاف فاش كنت في المدرسة وفاش كنت في دارنا، ديما كان كيتبعني. وانا كنت كنهرب منو رغم داك الشيء دارنا باش تبعو في دارهم، قال لي هذاك راه كبير وسير هضرو معاه نتوما، وهي هو ما كيفهمش هاد الهضره. وصافي ديك الساعه قلت ليه سير فحالك، واش نتايا تابعني حتى في العربيه وجاي تابعني هنا مبغاش يبعد مني. يعني كان كيتبعك حتى في العربيه؟ اه كان كيتبعني في المدرسه وفي اي بلاصه خرجت كان كيتبعني فيها. ومن بعد جبد لي موس، كان ديك الساعه غير حدا الكليه غير الشوك، وكان حدا واحد المدلح بعيد منا وكيشوف كيشوفنا ومطاش يوصل لينا. رغم داكشي كنغوض وكلشي، جبد ليا موس وحطو ليا كالا على وجهي ووزني الموتور وزاد وسط داك الشوك. وباش كنزيدنا هاكا وباش كنغوض كيشوف فيه الناس هو كيكسيري وكيزيد، حتى حد ما قدر يعتقني منه. ويعني باش غادي بديك السرعة كنبغي نتلاح من تما، وكنخاف إلا طرا ليا شي حاجة قلت زعما حتى يوصل وغادا نهبط وغنهرب منه. والثاني ومشى لديك بلاصة غير حي شعبي، وصلت لديك الدار وبحال هكا. الدار فين جاتك من الحي؟ جوج في درب غلف في زنقة سعيديين. من جهة البحر ولا من جهة؟ لا الدار من هر البحر. من هر البحر؟ نعم. وصافي من تما هبطات لحد البنت وولد عمو، ولد عمو عطاه الساروت ومشى، الساروت ديال البيت الله يديني ليه ومشى. وديك البنت انا صافي باش شفتها قلت باقي لها طلافه غترحمني، يعني بنت بحال الحالة. ومن بعد واخا باش طلعتني هي وهي طلعني في الدروج، وبقيت كنطفيها باش انها باش يبعد مني، هو قال لها سيري خرجي. ملي كنتو جايين في الطريق ما كانتش ما كنتيش كتغوتي ما كنتيش كتستنى؟ كنت كنغوت والناس يعني وغادي بواحد السرعه، فيما كيشوفونا الناس كيلقاو كيكسير هو كيزيد، حتى حد ما كيقدر يوصل لينا ولا يتهنى. زيدي ملي كتبت البنت صافي قال لها هو خرجي وخرجات، وقال لي انا بغا نهضر معاك علاش ديما كتهربي مني، علاش تي كتكبرا وبحال هكا، وانا بقيت كطفي باش خرج. وصافي من بعد ويقول لي بغي حيد لي حوايجي بزز، ماني ما بغيتش. بقى هكا كان ضربني بقى فيا الاطراس ديال الطايب، شافو الجندارم وكلشي. غنوصلو عند الجندار دابا ملي ضربك؟ صافي باش ضربني من بعد غيرت، ومني فاق بقيت راسي محتاسبة وهو كيفني حدايا، وباش الناس بقيت هكا كنعاير فيه وداكشي، ويقول لي بغيتي الحل ونجيب لك شي فانيل ديال الخر، هو خرج البحر حداك ونصاحي باش تهناي. فانيل ديال الخرق؟ شنو هو الفانيل ديال الخرق باش يعرفو الناس؟ زعما الفانيل ديال الفار زعما كيديرو في الزرعة. زيد صافي وكيضحك، وانا صافي قلت لي ما غاديش نخرج شي جودارنا ولا البوليس، وهو خرجني من حوايجي وشدني وخرجني. ومن ديك الساعة باش خرجت من تمي خرجت للزنقة سد الباب عادي بحال حتى شي حاجة ما كاينش. وديك الدار ما فيها لا نمرة لا والو، ما فيها لا عنوان لا والو.
ما فيهاش كاع لا نمرة الدار لا والو. صافي باش خرجت لقيت واحد المرا تما كان كل سولت على المحطة فيه واش قلت ليها طاقسو مشيت للمحطة. وعلاش أول حاجة تبادرتك في الدين هي المحطة؟ كنتي باغا تمشي لداركم؟ لا كنت باغا نمشي عالدار أنا خصني معاش مقدرتش نمشي عالدار أنا ونقول لهم هادشي. عندك أختك فين كاينة؟ كاينة في الدار البيضاء في عين الشمس. في الدار البيضاء؟ أه. مشيتي للمحطة؟ مشيت للمحطة ومشيت للدار البيضاء عند أختي وقلت لها هذاك الشيء صافي غدا أنا راجل خصي دارنا وشرح لهم داك الشيء ومشاو داروا لي سفراتيكا ولقاوني شي بنت ومن بعد مشينا ديكلارينا بيه وصافي البوليس مشاو ليه وهرب ليهم مدة عامين كيمشيو ليه وكيهرب ليهم جابوا باه فين كاين مشاو ليه الدار تما حداكم في الدوار اه هو مجوج وواد حداكم في الدوار اه كيهرب ليهم من تما كاينه في الدوار اه وكيمشيو ليه حتى الليل وما كيهرب ليهم ديما مدة عامين وما تابعينو هاكا مرة مشاو ليه قالوا ليه قالوا ليه المرا في الدار البيضا خدام في البني مشاو ليه تاني سلسم وقال وهرب ليهم قالوا لي الدراري راه شاف البوليس وهرب الدراري خدامين معاه وصافي باش جابو با بلا تيجيبو الكاك قال لي انا مسؤولش عليه هو ولدي راشد وهو تيعرف اش يدير وصافي تلقو باه وبقى داكشي لمدة عامين وهارب حتى لواحد الموسم وشدو غير واحد الولد في داك الموسم الموسم ديالك سيدي عبد التيبار تم إلقاء القبض عليه سيدي عبد التيباري اللي كيبعد على مدينة جديدة بأقل من 20 كيلومتر فملي شدوه رجال الطارات مكينة شحال دوز عندها؟ دوز عندهم 3 أيام من ورا ديك 3 أيام دوز هنا عند الوكيل هنا محكمة في جديدة محكمة ابتدائية ولا استئناف؟ لا استئناف إذا دي جنايات داز من الأول جنايات داز من الأول جنايات على وش القياس الأولى غدو ابتدائية بعد الأمر كان جنايات دونك ملي مشيتو للمحكمة تقدم هو تقدمت أنت معاه واجهوه التهمة المنسوبة ليه أش قال بعدا عند لي جوندار عيطولك عند لي جوندار حتاش انا ويا هو نقول لهم هاد البنت انا كنعرفها غير في الدوار ما دايرش ليها هادشي وف عند الوكيل نص الهضره بقى كيقول فيها نص الهضره من عند الوكيل داوك من عند قاضي التحقيق اش قال عند قاضي التحقيق نص الهضره كيبقى كيقول لهم انا يا ما كنعرفش هاد البنت انا مجوج هو هذاك وصافي داك النهار عاد قاضي التحقيق عطى كفالة وخرج عند قاضي التحقيق من عطى كفالة وخرج صافي بقينا كنحاضرو ومشيت من الدوار بقى كيضحك قلت ما نبغي نصور من والو رغم دارت ليهم داك الشيء ما غادي يصور من والو انا خرجت وصافي ومن بعد بقينا كندوزو لقاضي التحقيق والدار انا ما كنتش عارفه الدار ما قلتش على ديك الساعه يعني من خلال 4 سنين ما قلتش عليها صافي باش كان مشاو لي الجوندار الاول ولا تهدستو على القاضي التحقيق توصلنا على القاضي التحقيق بعدا باش مشينا له هو القاضي التحقيق اللي امر انهم ينتقلوا معاك باش يتاكدوا وباش داونا البوليس قالوا لي غادي توصل فينا الدار وما ندخلوا لها وصفت عليهم الصباغه والفراش وكلشي باش طلعوا لقاو هي كلها يعني كما قلت ليهم لقاوها وقيدوا هذاك الشيء والشاهد اللي كان شافني باش هزني كان كبير تلاح حدانا حدانا باش كان هزني داك السيد الموطور سعيد شاف كل شيء مشى هو يشهد مشى لعب جوندار مشى لعب قاضي التحقيق وواجه سعيد قال لهم هذا هو السيد وواجهوا في وجهه ورغم ذلك داك قاضي التحقيق مني دزنا من عنده شاف لي انه ما دار لي والو مشيش معاه على خاطري وما دار لي والو ورغم عنده راه عنده جوج شهادات قضيه زوري كاينه في الملف
قدمتيهم لنقابل التحقيق. ولكن الشواهد الطبية تتأكد أن تلقيتيش عزبة. ما كيأكدوش أن سعيد هو مرتكب الجناية. ولكن هو قال لي خمس سنين عام قال لي والو قاضي التحقيق هادشي اللي كتب قاضي التحقيق ما يقدرش يجزم فيها إلا كنتي فعلا ما لقيتيش عزبة. إذا هذه بفعل فاعل داروا شي واحد. إذا إلا كان داروا شي واحد وأنت كتهمي فيه هذاك السيد مكنظنش أن قاضي التحقيق يطيح إلا إذا كانت هناك أمور حنا ما عارفينهاش. هادشي يعني رغم الضعف وقال لي وصف لي العلامات الفلاح اللي وصفتهم ليه وعراه قدامي لقى كلشي داكشي اللي قلت عليه لقاها يعني ايش حال من دليل عندنا ضده ورغم داكشي كتب ليا شي. المهم انا ما كنشككش في الهضره اللي كتقولي ولكن باش نقربوا شويه الناس اللي غاديين يشوفوا هذا الفيديو من الحقيقه قلتي قبيله بانه الوقيته اللي بغا يختصر ضربك خيبتي يعني الى وليتي مغيبه الى كنتي غيبتي كيفاش شفتي شفتي اللحم ديالو ولا المره الاولى وتعرق قدامي كله تعرق قدامي عاد باش نفاصل كنتي باقا باقا فايقه ان فوا دخلنا بداو كيهضر معايا وحيد الوجه كاملين إذا في المحكمة واجهوا قاضي التحقيق بهادشي اللي مناسب ليه بطبيعة الحال هكا واجهوا بأنه راه وصفتي الدار اللي قلتي ليه لحمو اش كان الرد ديالو ديك الساعة قدام قاضي التحقيق؟ بقى ساكت ديك الساعة وراه لحمو وسكت قال لي واخا شتا هو كذبات وحدك يعني قال لي راه انا كنتعرى بزاف يعني كنلبس بيسانطال وكنشوف الدوار تكون شافتني ولكن شي لامارات اللي ماشي غير في كشاف ولا في كرشو يعني شاف التحت ما قدرش شي واحد يشوفه وتا مو صافي بقى كيشوف فيه بطل يقول لي والو. يعني هنا نقدروا نقولوا بان قضيه التحقيق شيئا متاكد بانه فعلا كنتي معاه وهي علاش تاكد قاضي التحقيق بانه قال انك مشيتي معاه بالقوه. كما قلتي قبيله بقات قضيه ديال بانه ماشي هو اللي اغتصب يعني مشات معاه بلا ما يغتصب. حنا ما نقدروش نززمو في هذه المساله لان هذه مساله كتهم القضاء وكتهم البحث والتحقيقات ديال القضاء. بغينا غير نعرفو من عندك من عند قاضي التحقيق دازت القضية للجلسة قبل ما تدوز في الجلسة وصلكم بأنه قاضي التحقيق بأنه برأوا من تهمة الاغتصاب كان كمتابعة ديالو بأنه داك بالصحة ولكن البراءة من تهمة الاغتصاب مشات معاه وما قررش لها بطبيعة الحال كان كل شيء غادي يمشي بالنسبة لك هباء منثورا. التجأتي لواحد الحيلة ألا وهي أن تسجليه وهو كيعترف بالمنسوب إليه. واش هذاك التسجيل اللي سجلتيه واش كان بإذن الوكيل ولا لا؟ لا أنا مش كنت كنقول قاضي التحقيق مولا ديما كيعيط ليا وكيبقى يهضر معايا ويعايرني وكيعترف بكل شيء كيقول لي سجليه المرة اللي عيطك شجلي وبسمع باش قال لي قدامه ما بقاش كيهضر معايا يعني احتاجت الايام وعيط لي واحد النهار ولا كيدير الاحتياط ديالو وداك النهار كان عيط لي وقال كل شيء وصافي داك النهار شجلته واش شجلتي كيعترف بهذاك الشيء اللي كيدير واش قال اعترف كيفاش شداني وكيفاش هزني يعني انا ما كنتش دايره انا وهي وهزني بالقوه واغتصبني وخرجني من الدار صحه يعني كل شيء اللي قلته في المحكمه قالوا صحيح اكدوا هذيك المكالمه الهاتفيه انتيا تمكنتي انك تسجليه في هذاك التسجيل اشنو اللي كيقول اعترف بكل شيء كيف كذا تهزني وكيف شداني وداني بالقوه وكيعترف انه ما كانش ناوي يغتصبني ولكن اغتصبني يعني كيطلب مني السماحه وقال لي نتزوج بيك وما بغيتش
رغم انه مجوج ووالد ويعني ورغم داكشي اللي دار ليا ما قدرتش نتزوج. اذا تخيل المكالمه اللي قد تمكنتي انك تسجليها كيصرح كيفاش دار ليك كيفاش اغتصبك هاد الامور كلها كيعترف بها. اش درتو لهذاك التسجيل؟ خدنا سيدي عطينا المحامي، المحامي هو اللي قال لنا خاصنا نعطيو للنيابه العامه قبل ما يدوزو الملف، وعطيناه ليه بس مع داك التسجيل عاود دوزو الجنايات. دونك كانت غادا دوز ابتدائيه، دوز المداوله ديالها. ومن سمع داك التسجيل واكي اكد فيه داك الشيء دوزو جنايات وصافي. ودابا باقي ما كتسناو انكم دوزو معاه جلسات ديال الجنايات. باقي ما عينوش. اشنا هو الطلب ديالك انت هنايا؟ انا بغيت نشوف انا كنطلب منهم انهم يشدوا يعطوني حقي منه وصافي كما دار لي. انا بغيت نشوف غير يتشد من غير منه والو، غير يشدوا يتعاقب على افعاله وصافي. ما قدرتيش انك تنسي داكشي اللي دار؟ لا، حيت بسبب خسرت شحال من حاجه وخسرت خرايشي بزاف، يعني انا بغيت شويه يتشد صافي. مازال كتفكر هذيك اللحظه كدوز لي تاع عيني؟ بزاف. واش كتبغي ديري؟ ايوا اصلا ديك الساعه راه اول حاجه فكرت فيها هو الانتحار، وبزاف عده مرات سدت عند الطبيبه النفسانيه عامين وانا عندها في جمعيه بيتي في الدار البيضاء، بقيت عندهم مده عامين عند الطبيبه النفسانيه على قدرت نتفادى داك الشيء ورجعوني للمدرسه وما قدرتش نكمل داك الشيء صافي وجلست في دارنا. يعني كل ما كان جبت الطبيبه النفسانيه مده عامين وجدت الجمعيه اللي كانوا وقفوا معايا وساعدوني، يعني كنت مصاحبت شحال هذا يعني داك الكابوس ما قدرش يفارقك. باقا كتفكري فيه؟ بزاف مرات. واللي غايش في الغالي ديالك هو انه تسجل. قصة عندك كما قلت الاولى مؤثرة جدا، ونتمنى انك العدالة تنصفك والقانون ياخذ مجراه وهاد الوحش الادمي ينال العقاب ديالو لتفادي وقوع جرائم مماثلة في المستقبل. شكرا لك.